طيب بما ان احنا بنتكلم بقى على عن العيد وخروجات العيد، خلينا ناخد حضراتكم كده للمتحف القومي للحضارة اللي بقى الحقيقة يعني دلوقتي بيعتبر وجهة جديدة للفسحة والاستمتاع بالأعياد وفي كل المناسبات الحقيقة، عشان كده كان في إقبال كبير جدا من الجمهور على زيارة المتحف في أيام العيد والتعرف كمان على المقتنيات المهمة جدا اللي موجودة داخل المتحف. واحد من أهم المقاصد والأماكن اللي يمكن زيارتها خلال عيد الفطر المبارك هو المتحف القومي للحضارة المصرية. المتحف بيفتح أبوابه يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً، ومنذ افتتاحه من حوالي سنة بيقوم بدوره كمنارة حضارية ثقافية تعليمية وفنية. هو المتحف حالياً بيشمل 3 قاعات، قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية وقاعة النسيج المصري اللي تم افتتاحها قريبا تزامنا مع اليوم العالمي للتراث. القاعة المركزية بتعرض تاريخ الحضارة المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ لغاية العصر الحديث، وقاعة المومياوات طبعا فيها المومياوات الملكية. قاعة النسيج المصري بتضم محتويات متحف النسيج اللي هو كان في شارع المعز، تم نقل محتويات متحف النسيج للقاعة، بالإضافة ل 250 قطعة تانية تم اختيارهم من مختلف من متاحف أخرى يعني زي المتحف المصري والمتحف الإسلامي. في إقبال كبير من المواطنين على زيارة المتحف خلال أيام العيد، وده بيعكس مدى الاهتمام برفع الوعي السياحي والأثري لدى أفراد المجتمع بمختلف الفئات العمرية، واللي عبروا عن سعادتهم الكبيرة بالآثار الموجودة في المتحف وأهمية زيارته والتعرف على عظمة أجدادنا القدماء. متحف الحضارة بيتكلم عن فكرة الحضارة منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث والتراث. احنا حابين نبرز قد ايه المصريين القدماء كانوا عظام في ان هم يقدموا حضارتهم وان هم يبنوا حضارتهم، وازاي ان الفن اللي هم بس مش عملوا حضارة، هم كمان عملوا فن، ازاي ان الفن ده متوارث ومستمر معانا لحد دلوقتي. انا سعيدة جدا ان انا موجودة في مكان زي ده، وسعيدة جدا ان بابايا جابني في مكان زي ده. اتمنى كل الشعب يجي يشوف طبعا الاثار المصرية ويشوف الكنوز بتاعت مصر والكنوز الفراعنة، وبسم الله ما شاء الله يعني حاجة كويسة ومشرفة للبلد. المتحف بيتميز بعرض مجموعة اثرية فريدة بتبلغ حوالي 50,000 قطعة أثرية من مختلف عصور مصر القديمة وحتى التاريخ المعاصر، وطبعاً متحف النسيج اللي تم افتتاحه مؤخراً بيعرض لمجموعة كبيرة من تاريخ النسيج في مصر القديمة وتطوره حتى عصرنا الحالي. وشهد المتحف منذ افتتاحه من سنة فاتت زيارة 800 ألف زائر محلي وأجنبي، وهو ما اعتبرته وزارة السياحة والأثار دليل على شغف الجمهور بالقطع النادرة ووعيه بحضارة مصر العريقة، وبالتالي تحقيق هدف المتحف كمؤسسة تعليمية وثقافية. أحمد الحسيني، صباح الخير يا مصر.